فقال تعالى: هل أتاك حديث
والمكرمين اجتمعوا عليه فقالوا سلاما فاز سلام القوم المنكرون. فراغ الى اهله فجاء بعز سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون. فقد استقبل الشيطانه بوجه بشوش واجلسهم واجلسهم في احسن المواضع واسرفها وسارع الى احضار الطعام لهم واختار لهم اجوده واجمله وقدمهم بنفسه زياده في ابراهيم. ايها المحبون لخليل الرحمن ابراهيم ان حياه سيدنا ابراهيم عليه السلام كانت مليئه بالانجازات العظيمه ومنها بنا